المنغازي ينضم إلينا العميد خالد المحجوم مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي. مرحبا بك سيدي. على ماذا الرهان بالنسبة للجانب الأوروبي حتى يقنع الجيش الليبي في الانخراط في هذه المحادثة الجديدة؟ مرحبا، أهلا وسهلا بكم. طبعا الأحداث بدأت تتصاعد وتتسارع، ولا يشك أحد في أن ما يحدث في ليبيا الآن أصبح غزو مباشر، وكشرت تركيا عن أنيابها من خلال تنظيم الإخوان الذي يسعى للسيطرة على المنطقة والحصول على ما ينعش اقتصاده، خصوصا أن الإخوان، وهذا شيء مطلق في كل الدول التي استلموا فيها السلطة، دائما يحصل انهيار اقتصادي وتحصل هناك مشاكل على مستوى الاقتصاد، باعتبار أن هذا التنظيم ليس لديه مشروع. أنتم سعادة العميد خالد المحجوب، الجيش الليبي ما الذي يطلبه تحديدا حتى ينخرط في هذه المحادثات؟ ماذا تريدون أنتم من الجانب الآخر؟ نحن نتمسك بمخرجات برلين، لأن نحن نضال القوات المسلحة، ومن أجل تفكيك الميليشيات العائق الرئيسي في إقامة الدولة والاستقرار، والمدعومة كما قلت لك من تنظيم الإخوان الذي هو ينتج مثل هذه التنظيمات الإرهابية أو الجماعات الإرهابية، وأخيرا أصبح ينتج الجماعات الإجرامية، الجريمة المنظمة الآن في طرابلس، تهريب البشر وجريمة الاعتمادات وتحويل الأموال وجريمة تهريب الوقود، هي جرائم تنتجها عصابات منظمة انتجت من خلال تنظيم الإخوان، جعلت الاستقرار غير ممكن، القرار السياسي مسروق أو تملكه هذه الميليشيات من خلال إدارة الصراع عبر هذا التنظيم. والآن أصبح القرار واضح من تركيا، سمعتم أمس إلى أن تركيا هي من قال أن المجلس الرئاسي يقول أنه لا يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق نار قبل تسليم سرت، وبالتالي نحن نتعامل مع تركيا مباشرة الآن من خلال هذا الغزو. وبالتأكيد كلمة معالي الرئيس أفغان الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قال أن سرت خط أحمر، هو يدرك أن تركيا وصلت إلى الخط الخفض، وهو السيطرة على المنابع الغنية بالنفط، بعد أن أدركت تركيا خلال المدة الماضية لأن ما أنجزته لم يكن لديه أي معنى، بحيث أن المنطقة الغنية بالنفط هي في المنطقة الشرقية. طيب سعادة العميد خالد، هل أفهم من كلامك أن الالتزام باتفاقية مخرجات برلين هو الضامن الوحيد لكم حتى تنخرطوا في هذه المحادثات، أم هناك شروط ميدانية تطلبها للتراجع من الطرف الآخر؟ نحن التزمنا بمبادرة القاهرة، والتزمنا بما تحدث عنه المبادرة، وهو وقف إطلاق النار من جانبنا على أن نقوم بالرد. نحن منذ بدء العملية السياسية، منذ تفاهمات أبوظبي واجتماعات القاهرة واجتماع فرنسا وآخرها برلين بعد إيطاليا في باليرمو، كل هذه الأمور كانت تسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا. لن يتحقق الاستقرار في ليبيا بوجود الميليشيات. نحن إذن الأمر واضح بالنسبة للجميع، وهو تفكيك الميليشيات وحلها وتسليم السلاح وأجلاء المرتزقة. هذه توابط لا يمكن التنازل عنها أو حتى النقاش فيها، لأن بدونها لا يمكن تحقيق شيء، لا العملية العسكرية ولا العملية السياسية ستصل إلا إلى طريق مسدود إذا لم يتم ذلك. طيب. العالم تفهم لهذا الموضوع، ويعني كانت مخرجات برلين دليل واضح على أنه فهم ما هذا المطلب الذي يريده الشعب الليبي، والذي ساندته مصر في أروقة السياسة، واليوم تدعمه على الجانب العملي بوقفتها من خلال كلمة السيد عبد الفتاح السيسي. إذن أشكرك العميد خالد المحجوم مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، كنت معنا عبر الهاتف.